عنا شغل. تعال عمي تعال خلينا ناخذ صورة سوا. تعال صورة واحدة بس. أهلين خالتي. خالتي وين كنتي؟ كنا عم نتسلى ومو ناقصنا غيرك. خليني أخذ صورة واحدة معك. أهلين ابني، أنا كنت ناطرتك. ها؟ هي. شو يا سيد؟ بدك تروح من هون بسرعة ولا بتحب نتسلى شوي؟ مرحبا. قرايبنا من تشرين من دلهي لأمبالا، وجوربريت بيكون ابن أختي. ما كان بدي الأمور توصل لهالدرجة، بس أنت كنت مصر إنه تعملنا مشاكل اليوم، لهيك اضطريت أطلب جوربريت شخصيا. إجا لهون لما حكيت معه فورا وافق لأنه من العيلة. عم تفهم علي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.